这一地方的时候，تشاهدون الآن نبتة القضبان والمسماة بالأمازيغية تيلولو. لها فوائد كثيرة، يتم جنيها وبيعها إلى المشترين، يتم تصديرها من بعد إلى دول غربية، ويتصنع منها أدوية عديدة لا نعرفها، نحن نعرف الاستهلاك المباشر فقط. تعملها المغاربة بالطبخ ومع السلطات، وهي سخنة جدا ومفيدة ولا نعلم فوائدها. شكرا لكم. يستمر جنيها إلى حدود شهر مايو ويونيو. كان معكم أخطر نوالي جزيرة رياضية إيمين تانون.